طالبة في مرحلة الإعدادية تنفرد بمشروعها الصغير والمتخصص ببيع المأكولات السريعة سعياً لإسناد عائلتها وتحصيل أجور الدراسة السنوية. أولى خطوات ماريا كانت بحافز صغير من أهلها وأقربائها حتى وصلت لمرحلة إدارة هذا المشروع الذي لاقى دعماً حكومياً أيضاً من خلال منحها إجازة حكومية لإدارة كشكها الصغير في ساحة الواثق وسط بغداد. بدأت الفكرة من كان عمري 11 سنة، كنت أحب الطبخ، أنا كنت اختصاص شيف شرقي، وكنت أبدع بالأكلات العراقية، فتشجيع والدتي إلي ودعمها إلي كان أكبر دافع ومقوي بالنسبة لقصة ماريا. وبلشت من ساعة 3 بالليل أسوي الأكل، ساعة 10 الصبح أكمل أحطه بعلب الطعام وأجهزه وأوديه للناس. فأذكر لك أنه أنا كنت الطباخة وأنا المندوبة وأنا المروجة لأكلاتي. أنا شاكة رئيس وزراء أستاذ مصطفى الكاظمي، ناشدته قلت له أنا ناشد رئاسة أستاذ مصطفى الكاظمي، حابة أنه يدعم ماريا اليوم، إذا دعم ماريا راح يدعم المرأة العراقية ويشجعها. من بعدها تواصل وياي مستشار مصطفى الكاظمي وقال لي سلم عليك سيادة رئيس مصطفى الكاظمي، يقول أنا داعم لمشروعك وأي شيء تحتاجين إحنا حاضرين. أما مقبوليتها في المجتمع فقد لاقت رواجاً ودعماً كبيرين، فنادراً ما تكسب المرأة رزقها عن طريق إدارة مشروع كهذا في شارع عام، لتكون بذلك نقطة تحول للمفهوم السائد بأن ساحة العمل للرجال فقط. انه احنا كطبقه مثقفه من الشباب طلاب كليات، انه احنا نرحب بهيك، انه اذا هي ما لها احد معيل يعني شنو، اذا هي فتاه يعني لازم تشتغل، لازم تعيل اهلها، لازم تعيل نفسها اولا. بصراحه شفت هذا المشروع مشروع مشرف بالنسبه للبنات في هذا الوضع الصعب والعيشه اللي يعني المكلفه بالنسبه لكل انسانه مكافئه وتحب هذا العمل والشغل. مراه تتحدى الصعوبات، هكذا هي ماريا التي تحدت المجتمع أولاً والوقت ثانياً، فهي تنسق وبدرجة عالية بين الدراسة والعمل. بالإمكانيات البسيطة تسعى ماريا لإنجاح مشروعها الصغير الذي تعتمد عليه وعائلتها في مصروفهم الشهري، متحدية بذلك مجتمعاً ذكوري، ولتكون مصدر إلهام للكثيرين. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.